فمهما مليار. كنا نعتقد اننا نعاني، احنا برضو يعني في نعمة كبيرة، في نعمة كبيرة 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 خالص. وانا بتعجبني جدا تعبير عمار يا مصر، يعني مصر دايما عامرة ومفيش حد بيبات جعان، حتى لو كان عيش وملح، عيش وشوية فول، محدش هيبات جعان. لكن لازم نسند بعض ولازم نشعر ببعض. في رؤية قداستك، إيه اللي ممكن تقدمه المؤسسات الدينية؟ وهنا مش بتكلم بس عن الكنيسة، الكنيسة والأزهر منتبهين جدا للدور التكافلي ده، إيه اللي ممكن يتسع في فترات الأزمات؟ دور التوعية ده دور مهم جدا جدا جدا، نحن نوعي ويبقى الشخص فاهم. الدور الثاني دور ترشيد كل الاستهلاكات اللي عندنا، كل الاستهلاكات يعني بصورة واسعة. والدور الثالث المساعدة والتعاون والتكافل، والنظر إلى الأسر والأفراد اللي هم ذوي احتياج شديد جدا. في أسر فقيرة، في أسر إمكانياتها ضعيفة، في أسر بيسموها في بعض الدراسات الأسر الهامشية، عايش على هامش المجتمع، وفي أسر يقولوا عليها عايش على حافة الحياة. ده كلام صعب. حافة الحياة. بس في تعبير بحبه كده، في الأسر المستورة. أسر المستورة هي أسرة حلوة وبتمارس وإمكانياتها معقولة، لكن جت أزمة عليهم، حطيتهم في أزمة، مش دارت أزمة الحرب أو أزمة اقتصاد، ممكن رب لا سمح الله أزمة مرض، أزمة مفاجئة، ممكن يحصل حاجة زي كده. فبيحتاج أن من يسند هذه الأسر. طبعا ده دور كبير للمؤسسة الدينية. أنا بشعر أن المؤسسة الدينية يجب أن تعرف أبنائها تماما، تعرفهم، تعرف أبنائها، يعني كلمة أعرف أبنائها يعني أعرفها بظروفهم. يعني أعرف ابني، والحقيقة إحنا بنهتم بالنقطة دي في الكنيسة، إن إحنا نعرف الكنيسة دي بترعى الأسر دي، وأنا عارف كل واحد فيهم إيه. دي نقطة مهمة جدا جدا، فكرة الرعاية الشخصية للأسر بالزبط. والأفراد دي تفرق كتير، إن أنا عايش وياه. ربما برنامج الدولة اللي عاملاه حياة كريمة واهتمام السيد الرئيس بيه وتشجيعه ودفع الناس للمشاركة والشباب اللي بيشاركوا فيه يساهم لحد كبير في الموضوع ده. بالمناسبة يعني قداستك قلت ثلاث نقط أعتقد أنهم متحققين في حياة كريمة، التوعية والترشيد، وكمان التكافل بكل صوره، والدعم، يعني في دعم أنه تقدر تكمل بقى من غيرنا يعني. بالضبط. بذكر الرعاية، الصورة الحلوة دي عاوز أسأل قداستك عليها من ساعة ما جينا، لماذا يمثل السيد المسيح في الكنيسة كراعي للخراف؟ السيد المسيح في الكتاب المقدس بيمثل بأكثر من صورة، بس أشهر الصور الاجتماعية اللي يفهمها الناس صورة الراعي وصورة العريس. المجتمع يفهم يعني إيه راعي، طبعا مجتمعات فلسطين، يعني إيه راعي؟ راعي عارف الخرهوف زي ما باين في الصورة، والعريس اللي هو بداية الحياة الجديدة، الفرح.